السلام عليكم عزيزي المشاهدات. بالنسبة للمقادير لدينا 2 كيلوغرام من اللحم، أيضا لدينا 10 بيضات، القرفة، لدينا ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من الزنجبيل، وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، لدينا أيضا ملعقة من البقدونس وملعقة من القصبر، لدينا نصف ملعقة كبيرة من الحامض المخلل، لدينا نصف ملعقة كبيرة من الزبدة الحارة أو ما يسمى بالسمر الحار، لدينا أيضا نصف ملعقة كبيرة من الثوم المحكوك، ولدينا الملح حسب الذوق، لدينا 4 ملاعق من الزبدة، ولدينا 4 ملاعق من السكر اللين، ولدينا نصف كأس من زيت المائدة، وأيضا لدينا هنا ماء الزهر وزيت الزيتون. لدينا أيضا نصف كيلو من اللوز المسلوق سأقوم إن شاء الله بقليه. لدينا 1 كيلوغرام من البصل المشلط كما تلاحظون معي، 1 كيلوغرام. الآن سأمر إلى مرحلة التحضير إن شاء الله. سأضع البصل، الآن بعد ما وضعت البصل سأضيف نصف كأس من زيت المائدة، أيضا سأضيف الملح بالنسبة للملح حسب الذوق، أيضا سأضيف الدجاج، الآن سأضعها فوق النار إن شاء الله حتى يذوب البصل. الآن بعد ما ذاب البصل سأضيف جميع التوابل كما تلاحظون معي، الملح، الكركم، والزنجبيل، كل التوابل. أيضا سأضيف نصف ملعقة من القرفة، سأضيف أيضا زيت الزيتون فقط القليل، أضفت نصف كأس فقط من الماء في الطنجرة. كما تعرفون فالبصل يحتوي على الماء، لن أضيف الكثير من الماء، فقط أضفت نصف كأس من الماء. بعد ذلك سأترك الدجاجة لمدة نصف ساعة ونلتقي إن شاء الله. كما تلاحظون معي بعد ما طاب الدجاج الآن سأخرجه من الطنجرة. سأتركه إن شاء الله حتى يبرد وأنزع اللحم عن العظم. أما بالنسبة لهذا المرق سأضعه مرة ثانية فوق النار حتى ينشف لنا من الماء. الآن سأبدأ في نزع اللحم عن العظم كما تشاهدون معي. كما تلاحظون معي سأستمر في هذه العملية إلى غاية الانتهاء. أما بالنسبة لهذا المرق كما تلاحظون معي فهو بدأ في الغليان، سأتركه حتى ينشف جيدا من الماء. لدينا هنا 10 بيضات سأستعملها الآن. الآن كما تلاحظون معي بعد ما نشف المرق سأضيف البيض، سأضيف فقط بيضة وأحركها جيدا، وبعد ذلك سأضيف بيضة ثانية وأحرك. سأستمر في التحريك لكي لا يلتصق لنا البيض كما تلاحظون معي. هذه العملية ضرورية، أحرك جيدا. الآن كما تلاحظون معي سأضيف البيض مرة ثانية وأحرك على هذا الشكل. سأستمر في التحريك وإضافة البيض إلى غاية الانتهاء حتى أنهي 10 بيضات. كما تلاحظون معي بعد ما أضفت 10 بيضات نشف لنا المرق كما تلاحظون معي، أصبح ناشف من الماء. كما تلاحظون معي هذا هو قوام البيض، أصبح على هذا الشكل لا يحتوي على أي قطرة من الماء. لدينا أيضا اللحم بعد ما نزعت منه العظم، ولدينا أيضا هنا اللوز.
اللوز قمت بقليه وأيضا طحنته. الآن سأضيف ملعقة كبيرة تقريبا من القرفة على هذا الشكل. سأضيف أيضا السكر، سأضيف 4 ملاعق من السكر حسب الذوق. بالنسبة للسكر حسب الذوق، هناك أشخاص يفضلون الأشياء الحلوة وهناك أشخاص لا يفضلون الأشياء التي تحتوي على حلاوة أكثر. الآن سأضيف ماء الزهر، سأضيف فقط ملعقتين. سأحرك الخليط جيدا كما تلاحظون معي. هنا لدي ورق البسطيلة، لدينا هنا ملعقتين من الزبدة، قمت بإذابتها على النار وسأضيف لها نصف كأس من الزيت النباتية. أحرك الخليط جيدا كما تلاحظون معي. بالنسبة لهذا الزيت والزبدة سأحتاجه إن شاء الله في دهن ورق البسطيلة. سأنزع الورقة كما تلاحظون معي. علينا أن نكون حذرين جدا في هذه المرحلة. الآن سأدهن ورقة البسطيلة بالزبدة والزيت كما تلاحظون معي. بعد ما دهنت جميع الورق كما تلاحظون معي، الآن سأدهن الطاولة التي سأحضر فيها البسطيلة. سأدهنها بالقليل من الزيت والزبدة. بعد ذلك سأضيف الورقة الأولى على هذا الشكل. سأضيف عليها الورقة الثانية. أيضا سأضيف الورقة الثالثة كما تلاحظون معي، ورقة أمام ورقة على هذا الشكل. سأضع الورق في الجوانب. الآن بعد ما وضعت الورق في الجوانب سأضيف ورقة في الوسط كما تلاحظون معي. الآن سأضيف أيضا البيض الذي أعددته سابقا على هذا الشكل. سأوزع البيض على جميع الجوانب كما تلاحظون معي. بعد ما قمت بتوزيع البيض، الآن سأوزع اللحم على هذا الشكل. الآن سأضع ورقة أخرى كما تلاحظون معي، وأضيف اللوز. هذا اللوز قمنا بقليه وأيضا بطحنه، وقمنا بتنسيمه أيضا كما شاهدتم معنا في الفيديو. الآن سأوزع اللوز على هذا الشكل كما تلاحظون معي.
بعد ما قمت بتوزيع اللوز الآن سأجمع الجوانب على هذا الشكل كما تلاحظون معي، وأقوم بدهنهم بالزيت والزبدة. بعد ما قمت بلف جميع الجوانب ودهنتهم بالزيت، الآن سأضيف ورقة أخرى. أحاول أن أجمعها من الجوانب كما تلاحظون معي. أيضا سأضيف ورقة أخرى لكي يصبح لنا وجه البسطيلة جميل. سألف الجوانب كما تلاحظون معي. الآن سأدخلها على النار على درجة حرارة منخفضة جدا، ونلتقي مجددا إن شاء الله. كما تلاحظون معي بعد ما قمت بطهي البسطيلة على هذا الشكل، الآن سأضع السكر اللين على هذا الشكل، سأرشها جيدا بالسكر على هذا الشكل. بعد ذلك سأوزع القرفة على هذا الشكل، هذا فقط تزيين، يعني بالنسبة للتزيين حسب الذوق وأيضا حسب المتوفر. هنا قمت بتزيينها بالقرفة كما تلاحظون معي، سأضيف أيضا سأزينها باللوز كما تلاحظون معي. هكذا أصبح شكل البسطيلة كما تلاحظون معي. أتمنى أن تعجبكم وتجربوها، فهي جد سهلة والمراحل أيضا واضحة جدا في الفيديو. أتمنى أن تعجبكم، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ونلتقي في فيديو آخر.